بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وصحبه وسلم، وبعد، فإننا نتحدث في عجالة عن بعض أحكام خطبة العيد وصلاته كما صح عن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. فإن من سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه كان يذهب في صلاة العيد مبكرا، وكان يرفع صوته كما جاء عن عمر وعن ابن عمر حينما روى نافع مولى ابن عمر أنه كان يرفع الصوت بالتكبير في طريق الذهاب إلى المسجد، وذلك إعلانا للفرحة والبهجة. وذكرنا ما في ذلك من مخالفة الطريق، بأن يذهب الرجل من طريق ويعود من طريق آخر ليعود الناس ويقول لهم تقبل الله منا ومنكم، وهكذا من سائر الأمور. وكذلك فإن صلاة العيد من السنة أن تصلى في الخلاء أو في الصحراء إظهارا لقوة المسلمين ولكثرة عددهم. ولذلك فإن أغلب ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لم يكن يصلي قبل العيد شيئا، ولكن من السنن المهجورة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي بعد صلاة العيد إذا رجع إلى بيته ركعتان. ولكننا نصلي الآن في المساجد في بعض البلاد، فمن السنة أن تصلي ركعتين تحية للمسجد كما صح النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل المسجد. وبعد ذلك من الأفضل أن يكبر الناس ويظهروا فرحهم وابتهاجهم بحضور العيد، وليس مجموعة صغيرة فقط هي التي تكبر، ثم بعد ذلك يقوم الإمام للصلاة. ففي الركعة الأولى سبع تكبيرات بعد تكبيرة الإحرام، وفي الركعة الثانية خمس تكبيرات بعد تكبيرة الإحرام. ليس للتكبير شكل واحد، ولكن نقل فيه خلاف كثير، والأمر فيه سعة فلا تضيق على الناس واسعا. وعدد التكبيرات أيضا ليس محدودا، فبعض الناس زاد وبعضهم نقص من ذلك العدد، والأمر فيه سعة، ولكن ننقل أغلب المشهور. بين التكبيرة والتكبيرة أيضا أذكار مختلفة، مما جاء فيها سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، وفي صيغة أخرى الله أكبر كبيرة والحمد لله كثيرة وسبحان الله بكرة وأصيلة، وصل اللهم على نبينا محمد وآله وسلم تسليما كثيرا. فهذه جائزة وهذه جائزة. ما يقرأ في الركعتين، نقل عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم في صلاة العيد أنه كان يقرأ في الركعة الأولى بسورة الأعلى سبح اسم ربك الأعلى، وفي الركعة الثانية كان يقرأ هل أتاك حديث الغاشية إلى آخر السورة. فهذه رواية منقولة، وبعض الرواية تقول أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في الركعة الأولى بسورة قاف وفي الركعة الثانية بسورة القمر. هذه أيضا رواية نقلت عن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. حضور خطبة العيد سنة وليست فرضا، فمن شاء أن يحضر العيد ويجلس لاستماع الخطبة فله ذلك، ومن شاء أن يصلي ثم يذهب دون أن يسمع الخطبة فله ذلك أيضا دون وزر أو إثم، من حديث النبي صلى الله عليه وسلم أيها الناس إن نخطب، فمن شاء أن يجلس ومن شاء أن يذهب. وأيضا عدد خطبة العيد أو عدد الخطبات الموجودة في العيد، فبعضهم نقل أنها خطبة واحدة، وأخر نقلوا وهو الأكثر شهرة بإجماع المذاهب الأربعة أنها خطبتان اثنتان. ففي الخطبة الأولى ربما يجوز أن يبدأ الخطيب بحمد الله والثناء عليه والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، ثم بإعلان التكبير، وبعد ذلك يجوز له أن يسرد ما يكون في هذا اليوم من فضل لتضحية إبراهيم عليه السلام ومن طاعة إسماعيل عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام، وما في القصة من عبر أيضا حينما سأل إبراهيم الله سبحانه وتعالى وهو رجل جاوز 80 عاما، قيل إن عمره كان 86 عاما حينما رزقه الله بإسماعيل، ولما بلغ معه السعي أي صار شابا يافعا يستطيع الكسب والتقود، رأى إبراهيم عليه السلام ورؤيا الأنبياء حق أنه يذبح إسماعيل، ولكن الله سبحانه وتعالى يعيد عليه هذه الرؤية، ولذلك سمي يوم التاسع من ذي الحجة بيوم التروية، لأنه يوم تروى فيه إبراهيم قبل أن يأخذ القرار ليذبح إسماعيل عليه السلام. فلما يقص إبراهيم الخبر على إسماعيل، فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى،
فيؤكد الله جل وعلا أن إسماعيل كان مطيعاً، قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين، وهذا مما يدل على أنه ممن حسنت تربيتهم وجاء ما فيه من الفضل لإبراهيم عليه السلام. ولكن يقول الله سبحانه وتعالى وفديناه بذبح عظيم، أن الله سبحانه وتعالى جعل له الذبح فداء لإسماعيل عليه السلام. أنا أكلت بلا شفت، جعل الذبح فداء لإسماعيل عليه السلام. وقيل إن الكبش الذي ذبحه النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم كما قال ابن عباس ربي في الجنة لأربعين سنة، وقيل إنه والكبش الذي قدمه ابن آدم قربانا لله سبحانه وتعالى فتقبل منه. وفي ذلك كلام كثير اختلط فيه الصحيح بالإسرائيليات، ولا داعي لأن نستفيض فيه. وأيضا ما جاء أن النبي صلى الله عليه وسلم ضحى عن فقراء المسلمين وقال اللهم إن هذا لي وهذا عن الفقراء من أهل بيتي. ومن السنة أن يذبح الرجل بيده من هذه الأضحية، لأنه ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم ذبح بيده أكثر من 16 بدلة ثم سلم عليا ليكمل الذبح. ولا يعطى الجزار أجرة من الذبح، لأن ذلك خلاف سنة النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. ومن الأفضل أن يوسع الناس على أهلهم وأن يظهروا الفرحة. وهنا أمر يحدث في كثير من البلدان، ألا وهو زيارة المقابر في يوم العيد، فهذا مخالف لسنة النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، لأنه قال إن هذه الأيام، يعني أيام العيد وأيام التشريق، أيام فرحة وأكل وشرب، فهذا من المخالف أن تذهب إلى المقابر في هذه الأيام وفي يوم العيد تحديدا، لأنه خلاف إظهار البهجة والفرح. وأيضا من السنة ألا تصام هذه الأيام، لأنه مكروه الصوم فيها، كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أن أيام التشريق أيام أكل وشرب وذكر لله سبحانه وتعالى، وأن نذكر الله تبارك وتعالى على ما رزقنا من هذه الشعائر، وأن ندعو الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من أهل الموقف الأعظم، وأن يرزقنا حج بيته الحرام. هذا والله تعالى أعلى وأعلم.